طبعا هذه العقوبات لا أعتقد أنها تتصل بأي مواقف سياسية محددة، هذه مكافحة الإرهاب فحسب. هي تحصل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وهي تحصل أيضا في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل. في أوروبا تقوم محكمة أوروبية بمحاكمة دبلوماسي إيراني آخر تتهمه بقيامه بتهريب قنبلة لاستهداف تجمع لإيرانيين معارضين في باريس كان من المفروض أن يتجمع به آلاف، وهكذا دبلوماسي إيراني آخر في اليمن الأرجح أنه يزود ميليشيات الحوثيين بأسلحة أو تكتيك أو أموال أو لا نعرف ماذا يزود، ولكن المفهوم هنا هو أن إيران ليست دولة ودبلوماسية ليسوا دبلوماسيين، بل هي عبارة عن مجموعة كبيرة، ميليشيا كبيرة من الحرس الثوري، والحرس الثوري يستغل الأعراف الدبلوماسية والحماية الدبلوماسية في هذه المواضيع التي سمعنا عنها. طيب، وضع عقوبات على أو فرض عقوبات على هذا الرجل بالتحديد ماذا يعني، وأي رسائل يرسلها ليس فقط لإيران ولكن لمن تحاول دائما الولايات المتحدة الأمريكية أن تلفت انتباههم لممارسات إيران في المنطقة؟ هذا النوع من العقوبات يأتي بعد موافقة أربع وكالات فيدرالية في الحكومة الأمريكية، هي الخارجية والعدل والدفاع والخزانة، وهذا موضوع لا يتم صدفة، هناك تحقيقات تجري في الموضوع. إذن من يقومون بهذه العملية هم ليسوا من السياسيين في الإدارة الأمريكية، وإنما هم ممن سيبقون حتى لو تبدلت الإدارة وجاءت إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن. هل يعني سننتظر لنرى إن كان بايدن سيعارض هذه المواضيع، لكن يعني أشك في ذلك. هذه مواضيع متعلقة بالإرهاب كانت تجري في عهد أوباما حتى بعد توقيع الاتفاقية النووية مع إيران، وأعتقد أنها ستجري بغض النظر عن مصير الاتفاقية النووية بين بايدن وإيران. ماذا عن الجامعة أيضا، جامعة المصطفى العالمية؟ بيان بومبيو أشار إلى نوع من النشاط الذي تمارسه إيران من خلال الحرس الثوري، وهو يتمثل بما تقوم به هذه الجامعة، التجنيد والتجسس. طبعا نحن نعرف أن في النموذج الإيراني، هذا النموذج المرشد الفقيه والحرس الثوري والدولة الموازية للدولة، هناك فرع أساسي يسمونه التعبئة الإعلامية، وهذه التعبئة هي نوع من الدعاية، وتنشط في دوائر غير عسكرية، دوائر مدنية، دوائر خصوصا بين الشباب الطلبة، تسعى إلى تثقيف عقائدي وتسعى إلى حمل هؤلاء الشباب على قسم الولاء العابر للحدود إلى مرشد الثورة الإيراني. يعني طبعا هذا جزء من الدعاية التي تتبع للأعمال الإرهابية الأخرى التي تقوم بها إيران، وهذا يسهل، لأن يعني عندما يتم بث الدعاية، عندما يتم تجنيد شباب ومواطنين في دول أخرى، وقت ذاك يمكن استخدام هؤلاء الموالين في الأعمال التي تقوم بها إيران، مثل تجنيد أو ترتيب أو تدريب ميليشيات. أنت أشرت إلى يعني تسلسل أن يخرج هكذا قرار، هكذا عقوبات على أفراد، على كيانات في إيران، وأن الإدارة الجديدة تستبعد بأنها تغير سياستها تجاه إيران، ولكن حينما يتم تقييم ما مدى نجاعة هذه العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة على إيران، البعض يقول أنها لم تؤثر في إيران في سياستها على الأقل، ربما أثرت على الاقتصاد ولكن ليس على السياسة. هي لم تؤثر على السياسة لأنها بدأت بوقت متأخر من إدارة الرئيس دونالد ترامب. نحن نعرف أن الرئيس ترامب انسحب من الاتفاقية النووية في مايو 2018، وهذا وقت ليس ببعيد، وهذه العقوبات تأخذ وقت، ولكننا رأينا انهيار شبه تام في الاقتصاد الإيراني، ورأينا تعثر في القدرة الإيرانية على تمويل شبكات وميليشيات حتى إقليمية وحول العالم. وأنا لا أعتقد أن واشنطن هي الوحيدة التي تقوم بهذا المجهود، هناك مجهود موازن يجري في كندا، هناك قانون يتم الإعداد له في الاتحاد الأوروبي، قد يطلقون عليه اسم نافالني، قانون نافالني، وهو سيكون مشابه لقانون ماغنيتسكي، وهذا أيضا يستهدف فساد مسؤولين. يعني موضوع العقوبات أعتقد أنه يتوسع وسيطال إيران أكثر فأكثر، ولا نعرف كيف ستؤثر إمكانية عودة
الرئيس المنتخب جو بايدن الاتفاقية النووية، ولكن حتى الآن يبدو أن هذا الموضوع يسير بغض النظر عن بايدن وبغض النظر عن المواضيع النووية. شكرا جزيلا لك حسين عبد الحسين الباحث السياسي، كنت معنا من واشنطن.